نرجع من كافي برنامج الجسر ومعنا باستوديو صبيتين الأصل فلسطيني. هلأ بس نتعرف عليهم نحن وياكم، رح تعرفوا قديش بيرفعوا الراس. بمسي بالخير كارولين وكيتي، اثنيناتكم موجودين معنا باستوديو. كارولين عساف وكيتي عساف، مساء الخير. كارولين عساف وكده عساف سيسترز اخوات. يعني احنا بنتكلم النهارده على يوم لسه كان عندنا التقرير بتاع يوم التضامن الفلسطيني مع القضيه الفلسطينيه. ولو احنا لاحظنا يعني السنه المشاهدين فلسطينيين ناجحين في كل المجالات وفي العالم كله، وان شاء الله بقى احنا عايزين نحل القضيه الفلسطينيه دي، لان نجاحكم ده لازم ينعكس على بلدكم الاصل. اكيد. بنبلش مع الصغيره او الكبيره؟ هلا بيناتكم باي ذا واي، يعني ما في بعض البنات عندهم شوي المنتاليتي العربي فيه. الكبير دائما هو الكبير. خلص. كيتي، يعني انتم اثنيناتكم بين اثنيناتكم جامعين الحلم البيت العربي يلي على طول بيحلم يكون في بيته محامي ويكون في دكتور. مظبوط. سو انت عندك ميول طبعا الى المحاماه، وانت هلا ستودنت برادكرز يونيفرسيتي، ولكن ايفنتشلي اكيد رح تصيري بالمحاماه. الهدف من المقابله اليوم هي تسليط الاضواء على عملك الاجتماعي يلي برهنتي عليه، يعني من خلال شغفك بالمحاماة. وطبعا المحاميين هن بحبوا الكلام وبحبوا يواصلوا وبيعرفوا كيف يوصلوا الفكرة. انت اليوم فتاة مسلمة فلسطينية أمريكية، خبرينا شوية صغيرة عن اللي عملتيه بسنك الصغير لتغيري فكرة المجتمع الأمريكي عن المسلمين. اوكي، هلا مساء الخير للجميع، شكرا للمشاهدين. انا كيتي عساف، عمري 18 سنه. انا اول سنه في جامعه في راتجرز. لما طبعا خليني ابلش بكيف بدات او كيف بدات مشواري اني فيك تحكي بالانجليزي شويه. اوكي، بدك او كثير مهم توصل نفصل. سو يا انه كيف بدات مشواري اني استمر أكون محامية في المستقبل. So I joined this law program at Eastside High School when I was a sophomore in high school. وإجوا محاميين from the Drinker-Biddle law program اللي هو في نيويورك، وبرضو عندهم فرع في موريس كاونتي. ما كان عندي أي كلو إنه ممكن أصير محامية، بس بنصائحهم إنه كيف نكتب الأسئلة زي المحاميين، opening statement, closing statement، وكيف نعرف عن حالنا قدام القاضي وقدام الجوري برضو في الكورت. فاستمر هذا الإشي لمدة سنة. في نهاية السنة رحنا على الكورت in Newark and الجوج اسمه Stanley R. Chesler. I conducted my opening statement قدام الجوري. وبرضو I conducted my my cross-examination questions. ف towards the end يعني اجى عندي القاضي وطلع لي بيقول لي you know that was a mark of a real trial lawyer. انه حلو. انا يعني تفاجأت لانه يعني عمري صغير، كان عمري 14 سنة يعني. صحيح. فهذا اللي خلاني اني استمر وادافع عن حقوق الناس حتى في سن يعني صغير، يعني أكيد. زي 14 سنة. أكيد. طيب أي متى حسيتي إنه هالقوة يعني بي بي بالكلام خلتك تدافع، يعني حسيتي إنه بدك تدافع عن المسلمين وعن الفكرة اللي مأخوذة عن المسلمين بأمريكا؟ أعتقد بعد ما حكى لي هذا الإشي الجج، يعني في إشي انزرع جواتي شجعني إنه أستمر بهذا الشيء. لأنه أنا كمان في الهاي سكول عملت مشروع عند إليزابيث بورلا. هذا المشروع يعني بيساعد المحتاجين، وزي الـ TRA مثلا في أمريكا. البداياته أصله كان من بريطانيا under Queen Elizabeth. يعني ممكن في ناس يتفاجئوا أنه كيف ملكة أنها تعتني بالناس الفقراء، بس هذا الحقيقة. يعني احنا في بلد في امريكا هنا في قوانين كلها بتحمي الانسان، بتحمي اي حد مقيم على الارض الامريكية. احنا مشكلتنا يمكن كعرب وخاصة المرأة العربية اللي هي جاية من البلاد على امريكا، يمكن مش فاهمين قوي القوانين زي ولاد البلد هنا. انت حضرتك تعتبري من ولاد البلد هنا، ففعلا انت
يعني خيروا دليل لأي امرأة عربية أو حاليا دلوقتي فتاة عربية. خليني أرحب بكارولين أيضا. أهلا وسهلا. الاتجاه الثاني بقى كارولين. كارولين أنت كان في المعهد الطبي متقدم 4000 طالب وطالبة وتقريبا خدوا 900. كملي لي الحكاية بقى. أوكي هلا نحن لما جينا من فلسطين كنت تقريبا صف ثامن. فكنت هلا بصف ثامن هون بفارس نيو جيرسي. فسمعت انه في تقريبا هذا بس هيك كانوا تكنيكال انستيتوت هذه اتس هاي سكول يعني بس فيها كذا اكاديمي يعني. ايوه فسمعت انه فيها كارف ميديكال ارتس وانا طبعا بدي اكون دكتوره باذن الله تعالى يعني ان شاء الله. فقلت انه ليش ما اقدم يعني عندي ليدرشيب وعندي السكيلز وعندي كل المهارات اللازمه يعني الحمد لله يعني كنت واثقه بنفسي. ما حسيتيش ان انت يعني مثلا في تفرقه بينك وبين بنات صحابك لما شافوك انت بالحجاب وكده انا بوقتها ما كنت لابس حجاب صراحه يعني. حاليا دلوقتي حاليا يعني عن التفرقة يعني في سكول دلوقتي ما بتروحي مثلا او لا ابدا بالعكس لايك المدرسه كتير منفتحه بالنسبه للمسلمين بالنسبه للطلاب بالنسبه للجميع حتى بتحس في يعني في صداقه بين الجميع. يعني انت اشتركتي في المسابقه الطبيه وانت في الهاي سكول اشتركت فيها و4000 تقدموا وخدوا قبل منهم 900 انت طلعتي الرابعه. لا هلا انا لما قدمت للهاي سكول بصفي في 900 طالب. ايوه بس هلا في الاكاديمي ماركو ارتس اللي هو الاكاديميه الطبيه. أيوة. بالضبط هلا بيعطوا تقريبا عده مسابقات فيك تشترك فيها يعني. وانا اشتركت في ماركو ليدرشيب كومبيتيشن. كويس وما كتير يعني تقريبا من مدرستي ما اشتركوا كتير يعني. انت ترتيبك بقى طلع السنه الاولى كنت صف تاسع 14 سنه كنت الرابع على ولايه نيوجيرسي. الرابع على ولايه نيوجيرسي اذا انت دكتوره من غير بدي ارجع شوي صغيره لكيتسي تحكي عن الحمله اللي قمت فيها بكليفتون هاي سكول. وقت بتقولي انه وقت فتي على كليفتون هاي سكول حسيتي انه اكشلي عرفتي انه they do not take day off على العيد. Yes. عيد الفطر عم نحكي عنه او عيد الاضحى. عيد الاضحى. عيد الاضحى. نعم. عيد الاضحى كانوا ما بيفرصوا عليه. So حسيتي انه لا بدك توصلي صوتك وبدك انه هيدا العيد يتم اعتباره عطله حقيقيه لانه الكوميونتي فيها كثير مسلمين صح؟ صحيح. شو عملتي؟ هلا طبعا كل حلم بيبدأ بفكرة و or idea. فأنا يعني حكيت باريسن مثلا أو ترينتون كتير في سيريز إنهم معترفين في بيعترفوا في العيد فليه نيويورك سيتي مثلا نيويورك سيتي يس أكبر فليه كليفتون ما تعترف بالعيد. الكل يحكي لي it's impossible مستحيل يصير لأنه هني يقولوا لك impossible أنت تحسي لا بديك it is possible لأنه بتحس إنه لا يعني ما في شيء مستحيل بالأخص في أمريكا يعني كل الأحلام ممكن تصير حقيقة إذا بس يعني you worked hard وما بتسمع للناس اللي بيحكوا اشتغل عليها بالضبط. نفس الحكاية بالنسبة للمجال الطبي يعني أنا شايف إن عندك تفاؤل كتير إنك تبقى دكتورة كبيرة عايزة تخصص معين في الطب ولا والله وأنا بدي أتخصص دكتورة أطفال بإذن الله بجوز لبعدين يمكن بس أدخل الطب وأتخصص يمكن أتخصص سرطان زي ما قالت يمكن كاتي أختك بتقول إن ما فيش البلد دي فعلا البلد دي ما فيش فيها حاجة مستحيلة ما فيش مستحيلة تشتغل كتير هتلاقي طبعا واللي أنت عايزه تحققه يعني. طيب شو عندك كيت كارولين قدامك في ميدالية قدامك يا ريت بتخرجينا وتخبرينا كيف حصلت عليها؟ هاي الميدالية حصلت عليها بالصف الثامن كانت للناشونال جونيور اونر سوسايتي. نشوف كده نوري الكاميرا اوكي فتقريبا هلا كل في صفي كان تقريبا 300 طالب بس بيختاروا 15 طالب ليكونوا في هاي الناشونال اونر سوسايتي فهم بيكونوا يعني الاوائل على الصف. حلو فبيكون okay. بعدين اندكشن وبيودونا على حفلة على القاعة ويعني بيعطونا هاي الميداليات وبيحكوا أسماءنا. Yeah. فحتى كمان هاي السنة اليوم حتى استلمت اليوم هلأ اليوم. في ميدالية طازة؟ لا في رسالة في رسالة أكيد رسالة من مين؟ أعطوني إياها إنه إن قبلت في الناشونال أونر سوسايتي اللي هي للهاي سكول. فحتى اليوم يعني كنت في الأكاديمية الطبية وقالوا لي إنه اعطتني المعلمه هاي رساله فبقول شو هاي يعني انه قدمنا الشهر الماضي فهي اللي هي بتقول لي افتحيها اقرايها يعني ففتحتها وقراتها اللي هو بقول لي انه كونجراتوليشنز يو بين اكسبتد انت لكتر حلو فيلا شو انبسطت يعني ان شاء الله يكون يعني وجهنا خير عليك ووجهك خير كمان على البرنامج ان شاء الله في كمان لسه يعني اوري بلاك ده كده هذا بلاك
ان شاء الله بتحكي لبعدين يعني لما فزت الكاميرا برضو بالسنه الثانيه لما فزت على ولايه نيوجيرسي بالمرتبه الاولى بهالمسابقه الطبيه كان في رفع علم فلسطيني في مدينه كليفتن حتى نظموا مركز الجاليه الفلسطينيه اللي عم بتطوع معها حتى لتدريس الاولاد ومساعدتهم. وانت جيتي هنا من فلسطين في سن في صف الثامن؟ لا هلا انا مولوده هون بامريكا بس نحن نزلنا على فلسطين تقريبا 5 سنين يعني من 2009 ل 2013. فقعدت هناك 5 سنين ورجعت هنا وفزتي بالمرتبه الاولى الحمد لله. يعني حاجه طبعا الواحد يفخر بيها. كارولين بدي ارجع للموضوع اللي بالكليفتن هاي سكول، ما خبرتيني انه كتبت سبيتشز وقدمتي الى البورد اوف ادكيشن واخذت سيجنتشرز كمان امضاءات من تيتشرز التلاميذ والعيال كمان 650 امضاء. كيف قدرتي رحتي شخصيا مضيتي واحد ورا الثاني؟ طبعا ما في شيء يعني كيف انه صح انا رحت للبورد اوف ادكيشن وصح انا حكيت اللي عندي بس الناس ساعدوني يعني، واكيد بشكر من معلمين ومعلمات وصديقاتي اللي اخذوا الورقه من ايدي وراحوا لصديقاتهم وجمعوا كل وحده راحوا. هيدا خير مثال طبعا على الروح الامريكانيه، روح الولايات المتحده اللي هي الكولكتيف. بس مهم جدا برضو البيت اللي انتوا يعني مساعده الاهل اكيد طبعا اعتقد هي الاولى قبل الناس اللي برا. يعني اكثر شخص بشجعنا بحياتنا يعني دائما بتحفزنا انه نعمل الافضل بالمجتمع وبحياتنا حتى شخصيه، يعني دائما بتقولنا انه ما في شيء مستحيل اعملوا اللي بدكم اياه. تحيه للوالده يعني تحيه للست الوالده فكل تحيه لها. طيب بدي ارجع حكيتوا انه عشتوا 5 سنين من حياتكم بفلسطين، وين بفلسطين باي منطقه؟ عشنا احنا حوار نابلس يعني هي حوارة جنب نابلس وأول إشي كان كتير صعب علينا بالأخص أنا يعني فيك تقولي لأنه اللغة يعني ما كنا نعرف عربي بالمرة، يمكن أشياء بسيطة زي مرحبا وكيفك بس مش إنه نحكي يعني جمل في العربي. بس بعد فترة يعني صرنا متأقلمين يعني على الوضع اللي هناك. يعني إمنا الوالدة كانت بدها إيانا إنه يكون عنده انتماء للوطن لأنه للأسف حالياً في ناس ما بعرفوا وطنهم لأنهم طول عمرهم عايشين مثلاً في دولة أمريكية أو دولة أوروبية وما عمرهم يعني حد حكالهم عن فلسطين الأم عن الأرض عن الأكل عن الريحة عن الحياة هناك. يعتمد على الأب والأم والعيلة لأنه أنت في سن ما بتقدرش تقرري في السن ده إذا كنت مثلا ترجعي أو كده. وأنا بحس إن الجالية الفلسطينية فعلا يمكن من أكتر الجاليات العربية رغم كل اللي بيحصل في فلسطين، ولكن دايما أن أنتم مش أول ناس بيروحوا فلسطين يقعدوا 5-6 سنين من مثلا من بعد السن مثلا الصف السادس مثلا أو الخامس ويروحوا يقعدوا 5-6 سنين وبيرجعوا تاني هنا وبيبقوا في أعلى مراكز. وأصدقاء لنا كتير محاميين وأطباء وفي مجالات مختلفة راحوا فلسطين زي ما حضرتك كده عم قلتي 5-6-7 سنين تعلموا اللغة العربية شربوها بقوا يتقنوا اللغتين. فطبعا دي حاجة يعني احنا فعلا بنحيي فيها الأهل وبنقول للأهل الأهل الأهم لأن هم القرار في إيدهم أقل من 18 سنة بيبقى قرار في إيد الأهل. أنت كارولاين شو ذكرياتك قبل ما الوقت يدهمنا من فلسطين؟ والله هلا احنا أول ما نزلنا على فلسطين صراحة يعني كتير حبينا فلسطين بالنسبة بالضبط يعني بالذات لما كنا نشوف مثلا الأخبار مثلا القصف اللي بيصير بفلسطين وكل الأشياء السلبية من الاحتلال الإسرائيلي. فلما نزلنا وشفنا يعني كانت التجربة كتير بتفرق يعني يعني شفتوا القصف يعني انتوا كنتوا بعيد بتالي في نابلس؟ نحن كنا بعيد كنا بنابلس يعني بس كنا كتير نسمع. بس من ناحية الحياة كتير الحياة حلوة هناك يعني بالذات لما ننزل على نابلس نتفتل بالبلد وبالخان وناكل كنافة نابلسية بتشهي والأهل طبعا بدنا نرجع على كتب الأستاذة حبيب سلوم إن شاء الله ترجعوا تاني وتبقى يعني فلسطين على طول زي ما احنا كلنا بنتمنى بلدنا الحلوة الحرة
وناكل الكنافة كلنا مع بعض إن شاء الله. يا رب يجي يوم تتحرر فلسطين وكلنا منزورها. يا رب يا رب. كارولين عساف وكيتي عساف بالتوفيق إن شاء الله، وتحية مرة جديدة للوالدة. نحن مشاهدينا منكفي البرنامج، ولكن هالمرة منحب ننقلكم إلى مؤتمر أو إلى الحفل السنوي للـ Arab American Association of Engineers and Architects اللي حصل بنيويورك، وهو للمنظمة بثري تشابترز تراي ستيت اريا، نيويورك، نيو جيرسي، وكونيتيكت. واللي صممه النريتا هي يعني قالوا عايزين مذيعة الجسر هي اللي تقدم حفل المهندسين، ويعني بصراحة يعني أنا كنت فخور جدا، وأنا يعني ريتا الشغل اللي عملته في الحفل ده كان فوق الرائع على المستوى الأمريكي وعلى المستوى، لأن الحفل دي كان فيها كتير أمريكان ناس واخدين بوزيشن كبيرة في السيتي، ديبارتمنت اوف ترانسبورتيشن، ديبارتمنت اوف إديوكيشن، في ديبارتمنت اوف بيلدينجز، مهندسين، وكانت ريتا هي المين. ما كنت ما يعني انا كنت وسيله الوصل فيني سميع. كان شرف كثير كبير لي اني اقدم حفل السنوي للأرب American Association of Engineers and Architects، ولكن بلا طول كلام خليني انقلكم بالصوره والصوت الى هذا الحفل السنوي. أهلا بكم مشاهدينا في قناتكم قناة العرب والمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، قناة نيو إيجيبت. وزي ما عودناكم إن إحنا بنغطي أهم الأحداث اللي بيقوم بيها المصريين والعرب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة هنكون معاكم مع جمعية المهندسين والمعماريين العرب الأمريكان. كونوا معنا في قناة نيو إيجيبت، وحتكون معايا زميلتي سارة مجدي في تغطية حصرية لقناة نيو إيجيبت. انتظرونا. One statement back in 2006 when we tried to bring our community, our engineers and architects and our leaders together, we couldn't bring more than 80 people and we lost money, collected donated money to finance the first annual gala. But right now and since 2009 we had offered 34 scholarships. 34 scholarships. Thank you to our engineers, thank you to our leaders, thank you to our sponsors. We have great speakers and we have great people. We have over 300 people tonight. And I thank you very much for your support. And please be part of us, join us. And I want you to welcome and give a big hand to first our members of AAEA and our leaders, and also welcome our new president, دكتور سهيل. مشاهدينا، ودلوقتي هيكون لنا لقاء مع أستاذ ماهر عبد القادر المدير التنفيذي لجمعية العرب المهندسين الأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ ماهر أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، شكرا على الحفلة الرائعة النهاردة اللي بتواجد فيها العديد من المهندسين العرب الموجودين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. يا ريت حضرتك يا فندم تدينا خلفية أو فكرة عن العمل اللي بتقوم بيه الجمعية هنا، بتخدم بيه العرب الموجودين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. احنا في سنة 2006 أو ما قبل كان في هناك جمعيات عديدة في الولايات المتحدة، جمعيات دينية، جمعيات سياسية، جمعيات خيرية إلى آخره، ولكن لم يكن هناك جمعية مهنية مخصصة للتعامل مع المهنيين العرب الأمريكان. فوجدنا أن هناك في ضرورة
للعدد الكبير جدا للمهندسين واللي دارسين أو متخرجين بالكمبيوتر، إنه يتواجدوا وإنه يكون هناك في مؤسسة تجمعهم وتحاول إنه هي تطرحهم إلى الساحة الأمريكية. فأسسنا هذه المؤسسة سنة 2006 لعدة أسباب، منها أولا أن نعرف المهنيين العرب المهندسين وتبعون الكمبيوتر والمعماريين على بعضهم البعض أولا، ثانيا لننقل التجربة ما بين هؤلاء المهندسين، وبعد ذلك وجد لما صرنا نتقوى مع بعض ذهبنا إلى الجامعات وحاولنا أن ندفع باتجاه أنه نقوي الطلاب في عملهم وفي دراستهم، بدأنا نعطيهم منح دراسية وبدأنا ننقل التجربة اللي موجودة عند الناس اللي عندهم خبرات كبيرة إلى هؤلاء الشباب اللي عندهم إيش نظرة إلى المستقبل أن ينزلوا إلى الشارع ويبلشوا حياتهم العملية كمهندسين. نعم، ومن خلال التعامل ما بين الناس اللي عندهم خبرة وموجودين بالشركات والناس اللي متخرجين جديد، فبنحاول أنه نسهل الطريق عليهم انه يروحوا يبحثوا عن العمل. للمعلومات والناس اللي ما بيعرفوهاش، هناك طابع في الولايات المتحدة الأمريكية غير إيجابي عن العرب، ولكن هل تعلمي انه كل 100 شخص في أمريكا بيشتغلوا في الجانب المهني 28% منهم عرب؟ 28% من الناس اللي موجودين في الساحة الأمريكية المهنيين اللي بيشتغلوا وبيبنوا الاقتصاد الأمريكي، بيبنوا المؤسسات الأمريكية، بيبنوا كل شيء سوفيستيكيتد في الولايات المتحدة، 28% منهم هم عرب. فهذا الشيء رائع جدا جدا، فبنحاول من خلال هذه المؤسسة انه نعطي الصورة او الطابع صورة إيجابية للعرب الأمريكان. اوكي. نعم. يعني واحنا العرب هنا يعني جزء لا يتجزأ من المجتمع الامريكي، بالعكس احنا بنبني معاهم المجتمع ونبني الولايات المتحده الامريكيه، الحلم لكل سكان العالم. صحيح. طيب من خلال لقائي فندم عرفت ان في مجموعه كبيره جدا من الشركات مساهمه معاكم هنا في الجمعيه، سواء من حيث التوظيف او معرفه الطلاب بالشركات ديت من حيث التقديم ليها، تدينا فكره يا فندم عن الموضوع ده. هي في الواقع انه احنا برنامجنا من اجل انه يعني نتساعد في قضية المصاريف، وفي برنامجنا اللي هو المنح الدراسية نذهب إلى الناس العرب الأمريكان اللي هم الكوميونيتي ليدرز اللي عندهم إمكانيات جيدة في الجالية العربية الأمريكية، ونطلب منهم المساهمة في مساعدتنا من أجل إنجاز وتحقيق برنامجنا من أجل المنح الدراسية. في نفس الوقت بنروح للشركات الأمريكية ونقول لهم إنه إحنا في عندنا مهندسين عرب كتير، وبيجوا هدول المهندسين هون وبتعاملوا مع بعض وبتعرفوا مع بعض. من خلال ذلك هاي شيء من الدعاية للشركات، فبنطلب من الشركات أن تساهم في تحمل المصاريف أولا، وتساهم في عملية برنامجنا للمنح الدراسية. فهناك الليلة موجود تقريبا 30 شركة هندسية أمريكية كبيرة جدا جدا عم بتشارك معنا، من أجل أنه أول شيء يتعرفوا على أعضانا، أعضانا يتعرفوا عليهم، يتعرفوا برضو على طلابنا اللي هم يتخرجوا، ففي فرصة للطلاب برضو أنه إيش يصيروا يتعرفوا على هذه الشركات، بالإضافة إلى ذلك بيساهموا معنا في تحمل الأعباء المالية والنفقات. فهذا شيء رائع جدا يعني بالنسبة لنا كمؤسسة، بنحاول ننقل الصفة المهنية البحتة 100% من أجل خدمة أعضائنا وخدمة طلابنا في المستقبل، طلاب العرب الأمريكيين. نعم. أنا أعتقد أن ما فيش مجال في أمريكا ولا في كندا ما فيهوش عربي أو مصري، مصريين كتير طبعا في جميع المجالات، سواء في الهندسة، في الطب، في المحاسبة، في الأعمال الحرة. يمكن الإعلام شوية في تقصير شوية لأنه محتاج لإمكانيات أكتر، فإحنا مش متقدمين قوي في الإعلام العربي بأمريكا لأنه بيعاني من إمكانيات طبعا، ولكن في جميع المجالات الأخرى في طبعا عرب ومصريين يشرفوا في أماكن كتيرة، وفي نفس الوقت إحنا يعني طبعا أي تجمع زي كده إحنا نشجع حاجة زي دي، لأن إحنا عايزين يبقى في زي ما اجتماع المهندسين العرب اللي هنا في نيويورك، يبقى في لوس أنجلوس، يبقى في شيكاغو، يبقى في الأطباء، يبقى في الإعلاميين، يبقى في الصحفيين، يبقى في كل المجالات العرب اللي موجودين نهتم بيهم، لأن هم دول اللي بيمثلوا بلادهم العربية، وفي نفس الوقت هنا يبقى لهم صوت قوي، وإحنا يبقى لنا صوت قوي هنا في أمريكا، ولما يبقى لنا صوت قوي يبقى لنا سيطرة، ولما يبقى لنا سيطرة أمريكا بتسيطر على العالم سواء رضينا أو أبينا، مفيش كلام، الباور الأولى هي أمريكا، سواء في الاقتصاد، في السياسة، في القوى العسكرية. فإحنا لازم يكون هنا أقوياء عشان يبقى لنا
كنترول على الديسيجنز اللي بتاخد على مستوى العالم وبالاخص لبلادنا العربيه والمصر والبلاد العربيه. طيب رساله بقى اخيره حضرتك توجهها كاعلامي، انا مش هيفوتني بقى الموضوع دوت، للمشاهدين وحضرتك تقول لهم ايه بعد الانتخابات الامريكيه اللي قلقانين شويه يمكن من الاضطهاد او الاضطرابات اللي بتحصل دلوقتي في امريكا. انا الانتخابات الامريكيه رغم ان احنا كل معظم العرب اللي موجودين هنا كانوا ضد ترامب، بس انا متفائل جدا مع ترامب رغم ان انا ما رشحتوش، ولكن يعني انا ترامب ما رشحتوش، ولكن انا متفائل جدا ان الراجل ده هيعدل الميزان هنا، لانه ترامب مهما اللي حصل ان هو راجل اعمال، وراجل الاعمال دايما بيعرف ازاي يكسب الصفقه او الديل، فده اللي عمله في الانتخابات. ولو لاحظت يمكن خطابه قبل الانتخابات ومعاملته وطريقته مع هيلاري وبعد بعد ما كسب طريق كلامه واسلوبه مع هيلاري ومع الناس اختلف 180 درجة. فأعتقد أن احنا أنا متفائل، ولازم احنا كمصريين أمريكان هنا أن احنا نقف معاه ونقف جنبه ونسنده، لأن في الآخر احنا اللي بنستفيد. Mainly actually I'm on the board for almost 3 years right now, and I'm the one going for outreach. Mainly, or I just approaching or at our sponsors and just let them know what are we doing and how we can help the students and get them to help us or at least sponsor the scholarship. And that mainly those are I'm doing. Okay. طب ايه الفكره ان هي بس for engineers and architects؟ انا ما سالتش حد السؤال ده، يعني ما اتفتحتش عامه like different majors and stuff like just engineers and architects. لانه معظم اللي شغالين في البورد actually engineers and architects. And mainly alright to start back in like 20 years in Chicago. بعد كده احنا هنا tri-state actually we created the tri-state area for engineers and architects.